مفيش حد دلوقتي ما بيفكرش انه يستثمر او يسوق لشغله على السوشيال ميديا اي مهنه او اي شغلانه بقى ليها مكان دلوقتي على السوشيال ميديا لانها العنوان الوحيد اللي الناس ممكن توصلك عليه كتير مننا لسه ما يعرفش الطرق والادوات اللي ممكن تساعده في انه يقدر يستثمر بطرق ايجابيه وسليمه على السوشيال ميديا طيب ايه هي الادوات دي وازاي استغل مهنتي او حرفتي او مهاراتي في تسويقها على السوشيال ميديا كلام كتير هنعرفه النهارده مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ محمد فتحي الكاتب المتخصص في المحتوى الرقمي صباح الخير عليك يا استاذ محمد ونور يا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك في مقوله بتقول ان المحتوى هو الملك وما لم يكن ملكك قويا فلن يتبعه احد هل تتفق مع هذه المقوله اه طبعا 100% المحتوى هو الاساس. المحتوى يعني الفرق ما بين المؤسسات الاعلاميه، قنوات، الصحف هو فرق محتوى ما بين صحيفه بتباع وصحيفه لا تباع، منصه ليها رواج ومنصه اخرى ملهاش رواج، انما في الفتره الاخيره حصل نوع من انواع زي ما بنقول كده ثوره رقميه تم زي اي حاجه بتحصل جديده بيحصل فيها عليها عمليه انتشار كبرى بدون اي نوع من انواع المنطق. أو, أو يعني المنطقة أو الضوابط يعني. فبالتالي بيحصل انفجار في المحتوى اللي ملوش زي ما بنقول كده معايير يعني المؤسسات الإعلامية بتتبع معايير وضوابط ولكن المنصات التواصل الاجتماعي بتحكمها معايير وضوابط خاصة بيها هي بس فبالتالي ما بتقدرش ودي من ضمن الحاجات التحديات اللي إحنا هنتكلم عليها النهارده ما بتقدرش تفهم شوية طبيعة العادات والتقاليد والأصول بين دولة وأخرى هي بتحط قواعد ومعايير عامة مم. تخصها هي فقط لكن لما بتيجي ما بين صناع المحتوى ما بين مصر او دولة أخرى او الدول العربيه او الدول الاجنبيه الموضوع بيختلف شويه. ف فده ناس لقيته فرصه ومساحه كبيره جدا أنها تقدر تحقق منه ارباح سواء بقى مكاسب ماديه او مكاسب معنويه ودي برضو بيبقى عليها مكاسب ماديه في وقت يمكن اخر. يمكن يعني. بنشوف بره مصر كتير وبقينا بنشوف ده الحقيقه مؤخرا في مصر إنه فيجرز كتير على السوشيال ميديا أو مؤثرين كتير بيحولوا نفسهم لبراند مزبوط. وسلعة تباع وأعتقد إنه ده استثمار جيد وإيجابي مظبوط جزء من الموضوع إنه لازم يكون في البداية أنت مؤثر مم. طب كلمة مؤثر دي التأثير هنا ممكن يكون إيجابي وسلبي مم. فالتأثير مش هيجي إلا بقوة الانتشار لو أنا عندي متابعين كتار فانا فانا كده بقيت مؤثر في في المجموعه دي، سواء المجموعه دي بعشرات او مئات الالاف او مئات الملايين، النهارده بنشوف براند زي محمد صلاح تحول من لاعب كره قدم الى علامه بارزه جدا للمصر والمصريين، بقى حاجه هت... احنا هنشوف تاثيرها في السنوات كمان اللي جايه، نفس القصه زي رونالدو زي ميسي تحول الى براند، النهارده المنشور على حساب رونالدو او ميسي له رقم له مبلغ بسبب التأثير اللي مزبوط. بيسيبه في نفوس الآخرين، فبالتالي صناع المحتوى هنا على المحك لأنه بنشوف إنه هيبقى فيه ضوابط الفترة اللي جاية كتيرة جدا في صناع المحتوى في مصر تحديدا سواء متعلقة بالقوانين أو متعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي نفسها، لأن هي النهاردة في مرمى انتقادات كتيرة جدا لأن إحنا بنشوف حاجات غريبة يعني احنا بنشوف حاجات غريبه جدا هي بتبقى متعمده عشان يلفتوا النظر وياخدوا الترند اكيد يعني في حاجات كتير بتبقى مفتعله حاجات ما ينفعش اصدق ان ده حقيقي اصلا بص هو آه 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 النهارده آه فكره الاتجاه ان انا اعمل حاجه مثيره ممكن تبقى مثيره للاستغراب ومثيره للدهشه ومثيره للتعجب فبالتالي لو انا ما عنديش القدره ان انا اخلق فكره جديده او ان انا اخدم مجموعة من الجمهور بيتابعوني بمعلومة أو بنصيحة فبالتالي أنا لازم أعمل حاجة تلفت الانتباه، لو أنا ما لقيتش هعمل إيه؟ هحاول أختلق أكاذيب أو أختلق موقف أو أفخم من موقف كتير جدا، كتير جدا من وقائع حصلت الفترة الأخيرة أن ناس حابة تبقى مشهورة أو تركب التجربة ده, ده يعني. طيب ولا الناس الاتنين مع بعض، الاتنين مع بعض، آه بنشوف طبعاً بدون يعني ذكر أسماء بنشوف إن بعض الناس اللي بيشتغلوا في الفن لما بيحصل نوع من انواع مفيش عليهم رواج فبيبدا يختلق وقعه طلاق او زواج، وقعه انفصال. او يدلي بتصريحات هل... موضوع ما بعيد عن الموضوع, الموضوع هو آه. بعيد عنه ملوش نطاق بيه. آه لو احنا ل... ل... يعني دورنا كويس جدا هنلاقي انه الموضوع ده كبير وبيبقى يومين ثلاثه وبيرعود وبير... الشيء لاصله تاني طيب مين المتسبب في, ال... في البروباجندا دي؟ آه احد هذه البروباجندا وسائل الاعلام نفسها. ان بتدي اهتمام كبير. للموضوعات دي بشكل مش مهني بمعنى ان هي لازم تحط الطرف ده هو طرف متهم هل الحقيقه دي صح ولا غلط مش تبني عليها انها حقيقه وبتبدا تبني بعد كده رد فعل على الواقعه دي من غير ما تروح للشخص نفسه وتحطه في 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 في, في سؤال هو ده حصل ولا ما حصلش وانت بتستهدف ايه من من البوست لكن احنا بدانا بعض المنصات بتاخد بتاخد, بتأخد, بتأخد كلامه وتشيره من غير اه ومن غير ما ترجع له ومن غير لمجرد ان كلامه ده ممكن يفتح تساؤلات عند الجمهور فيكون في تفاعل على هذا البوست اللي هو بيبقى متعمد فندخل في هذه الدوامه طيب صناعه المحتوى بالنسبه لاي حد عنده فكر وعنده مهنه وعنده شغلانه لكن مش عارف يصنع المحتوى على السوشيال ميديا ازاي يعمل ده طيب احنا هنتكلم الموضوع ازاي من بوابه كبيره شويه ازاي تكسب فلوس او ازاي تبقى الانترنت مجال خصب لك انك تجني اموال او يكون مصدر دخل ليك احنا عندنا حاجات كتير جدا غير منصات التواصل الاجتماعي اولا طبعا منصات التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك تقدر تحقق منه ارباح عن طريق صناعه المحتوى او اليوتيوب او التيك توك او الإنستجرام تمام كده طيب أه قبل ما نخش في المنطقه دي هل في مجالات تانية اقدر اتكسب منها فلوس غير دول اه طبعا الانترنت نفسه بمعنى ان انا النهارده المدونات او الويب سايت كتيره جدا وتعتبر بفلوس قليله لو انا عندي القدره على السرد أو إعطاء الدروس التعليمية ده مجال كويس جدا لكل سواء بقى المتخصصين في أي مجال هندسة آه، تعليم آه، حاسبات ومعلومات أي مجال أنت عايزه عندك فيه الخبرة الكافية إنك تقدر تدي لغيرك اللي محتاجه من مجموعة من الأسئلة النهاردة كل يوم الصبح عندنا سوق كبير أو في مصر اسمه خمسين مليون مستخدم للإنترنت كل يوم إحنا كلنا عندنا مجموعة من التساؤلات ده النهاردة لما هتيجي تشتري أي منتج بت بتستفسر صح بتسال مزبوط. ايه اللي يناسبني ايه خامته طب ايه الجديد بيجي منين <applause> لو انت كتبت في عمليه بحث ولقيت اللي يجاوبك فبالتالي انت عملت نسبه مشاهده وزياره فاللي يقدر عنده خبره في التجاره وبيعمل نصائح في البيع والشراء هيتكسب مشاهدات وزيارات عن طريقها يكسب اعلانات من جوجل فياخد خلال الاجابات بس بيحطها بس اه بس هو اي منصات اللي في ربح او عائد اكبر يوتيوب فيسبوك انستغرام او هو منصات جديده أو لا أخر. ما هي ملهاش مش بتتقاس كده كل مم. منصه ليها طريقه في عمليه الحساب بس كلهم قايمين على المشاهده امم القرايه آه او المشاهده سواء لو انت عملت آه فيديو فنسبه المشاهده عليه او بس مباشر ونسبه المشاهده عليه فبالتالي المعيار في كل المنصات لانهم كلهم اغلبهم شبه بعض في طريقة الحساب، لكن الفيسبوك يعتبر في مؤخرا هو أعلى دخلا لصناع المحتوى. مم. طبعا لما بنلاقي إنه المجال ده عموما ملوش ضوابط، يعني مفيش حاجة اسمها نقابة صناع المحتوى. مفيش حاجة اسمها طب أنا عشان آخد منك ضريبة أو أعرف كم صانع محتوى في مصر، مفيش. فالنهاردة أي حد يقدر ينشئ صفحة وينشئ فيديو طيب لو ما حد يعني زي ما نقول كده ما عندوش موهبه ما عندوش القدره على صناعه المحتوى وبيطلع للناس في لايف او بس مباشر بيقول اي كلام فبيعمل نسب مشاهدات المنصه التواصل الاجتماعي ما بتفهمش المحتوى في تفاعل وخلاص في تفاعل فبالتالي بتحرك عليه اعلانات لانه بالنسبه لهم المنصات التواصل الاجتماعي بتحقق ارباح مني ومن حضرتك لو ما فيش مستخدمين مفيش منصه ولو ولو مفيش مشاهدات ومفيش فيديو ومفيش انتشار مفيش, مفيش استمراريه مم. فالفيسبوك هياخد استمراريته من الانتشار طب هيحقق الانتشار ازاي انه يخليك كلنا كده نفضل موجودين على المنصه ما من نسيبهاش فطبعا عن طريق ازاي احنا وبين بعضينا هو ما بيتدخلش هو بس حكم في بعض المعايير اللي تخصه زي ليه علاقه بالعنف والارهاب والسياسه مثلا ايه اه الحساب بيكون مربوط بحساب بد هو بيبدا اول يحقق الانتشار خلال شهر بعد ما تحقق انتشار معين بمعادله رقميه خلال 30 يوم بيبدا هو بيطرح عليك يقول لك تعالى تبقى شريك <applause> للاعمال معايا <applause> فالشريك الاعلاني ده والشريك الاعمال ده انا بحقق لك ربح في مقابل ان انت تقدر تستمر في صناعه هذا المحتوى وتحقق مشاهدات عالية طيب عظيم جدا م. هل الموضوع زيه زي ما اكون بفتح مشروع مثلا يعني انا لو هفتح مثلا مشروع في مكان سوبر ماركت مثلا هدرس السوق وهدرس المنطقه واشوف ايه المنتجات اللي الناس بتحتاجها واشوف مين المنافسين ليا واشوف الاسعار وكده هل صناعه المحتوى برضو بتحتاج لدراسه؟ طبعا بس اللي, اللي بيحصل لا اللي بيحصل مش علاقه بالدراسه ليه علاقه بايه؟ سين بيعمل ايه؟ انا اعمل زيه صاد بيعمل موهبة. ايه وبعمل زي بيبي. فبالتالي ما عندوش بالظبط كده ما عندوش موهبه في اي شيء فبالتالي يعمل ايه فبيقلد فالتقليد ده ممكن يبقى تقليد اعمى ما عندوش ضوابط زي اللي احنا بنشوف الناس بتتاجر باطفالها الصغيرين بتطلعهم على منصات التواصل الاجتماعي بتعمل تمثيليات ومشاهدات من الاثاره بيلعبوا اطفالهم اه من اجل المشاهدات. المشاهدات الناس بتطلق وبتنفصل وبترجع عشان المشاهدات ناس بتنتهي خصوصيه الاخرين عشان المشاهدات فبالتالي المساله دي كلها تحتاج تدخل شويه من يعني زي ما يقول رقابه وبنشوف ان بعض الاحيان في بعض الوقائع في بتحصل ناس بتتجاوز بتتخيل ان هي بعيده عن القانون. لا آه. طبعا اللي ما يحدث على الحقيقه هو اللي بيحصل على السوشيال ميديا ليه حساب زي ما بيحصل في الحقيقه زي ما بيحصل يعني زي الابتزاز الالكتروني زي آه. التحرش الالكتروني زي السب والقصف كل ده طالما مسجل ومدون انا اقدر احاسبك عليك كسلطات موجودة او جهات رقابية ملوش انت مش في منقى بعيدا عن لو حد تقدم بشكل اه طبعا وحصل حصل وقائع وتم بلاغات فيها بالتحرش ومؤخرا تم القبض على أكثر من حد في شخص كان بيحقق نسب مشاهدات على اساس انه ضابط شرطة وبيعمل كمان في الشارع وتم القبض عليه والناس كانت متخيله ان ضابط شرطه فعلا وانه بيحقق يعني كان بيصور المشاهد دي على اساس ان دي حقيقه ده طبعا ده خداع صحيح و واحتيال وانتحال صفه موظف حكومه فبالتالي يعني شوف المساله هنا الفقر في الخيال والفقر الابداعي والفقر في الدراسه والضوابط وصل الناس أنها ممكن تعمل اي شيء في مقابل انها تحقق نسب مشاهده حتى لو كان على حساب سمعة اخرين طيب. او طيب. شكل الرقابه اللي حضرتك بتتوقعها ممكن تكون عامله ازاي طبعا احنا مش بنتكلم عن رقابه منع لان مزبوط. السوشيال ميديا والحاجات دي مفتوحه للجميع لكن لا الرقابه وفي... والضوابط تكون عامله ازاي بص عشان برضو نبقى منصفين الفيسبوك أوه. فتحت باب دخل وفلوس لناس كتير جدا منهم م. ابرز حاجه خالص التجاره الالكترونيه النهارده كل مشترياتنا اغلبها جايه عن طريق السوشيال ميديا <applause> ناس اه اتوظفت عن طريق السوشيال ميديا، ناس اصلا بقوا محررين في مؤسسات اعلاميه للسوشيال ميديا. ناس بتبيع بضايعها على السوشيال ميديا وبتدفع ضرائب، يعني النهارده النهارده ودي حاجه مميزه جدا ان بقى في حاجه اسمها الضريبه الالكترونيه، <applause> بقى في حاجه اسمها الـ الـ البيع والشراء، بقى ليه ضريبه وبقى في مصلحه الضريبة خصصت ده. ايه بقى شكل الضوابط؟ ان يبقى إيه في نوع من انواع ورش العمل ما بين السلطات في الدول العربيه وبين القائمين على منصات التواصل الاجتماعي انه يحصل نوع هذه ضوابطنا احنا ما بنقبلش بحاجه زي دي نوع من انواع الرقابه رقابه الايه رقابه زي ما بيحصل نوع من انواع المشاهده فيحصل ان الشخص ده او الاكونت ده او الحساب ده ده خارج عن الضوابط بتاعتنا زي مم. الشخص اللي بيتحرش بالفتيات على الشات او مم. الفيديو او البث المباشر ده نوع من انواع التحرش فبالتالي لو انا ما امنتش المجتمع من الحسابات المزيفة زي الأخبار الفيك اللي برضو نفس القصة ليها ضوابط وضحضها ضحضها بالحقيقة إنك تصنع محتوى جيد إنك تأهل ناس وتديهم ورش وتدريب على صناعة المحتوى بشكل يناسب أصولنا وعاداتنا ويناسب القانون في نفس الوقت كمان محاربة الحسابات والصفحات اللي بتقدم ابتزال وبتقدم حاجات خارجة عن القانون والاطر والعادات فبالتالي كل ما انت العمله الجيده بتطرد العمله الرديئه فبالتالي طول ما انت بتصنع شيء جيد بيطرد بالتالي الشيء السلبي صحيح نشكرك شكرا جزيلا الكاتب المتخصص محمد فتحي الكاتب المتخصص في المحتوى الرقمي شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا لك يا استاذ محمد